السلام عليكم غزال ديالي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في القنوات ديال الاثنين شين ومراك وفاتي تي في. مرحبا بكل واحد متابع القنوات ديال الاثنين وكيدعمني في القنوات ديالي وكيدير لي لايك والاشتراك والمشاهده كامله وكيخلي لي الكومونتير الرائعين. شكرا لكم كاملين، وما تنساوش قناه شين ومراك وفاتي تي في كتبغيكم دائما. ومرحبا بكل واحد متابعها من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما كتشوفوا هذا النهار قدمت لكم هذا المسمن هنايا، مسمن يعني بدون زيت بالماء، يعني غليان عجنجه بالماء غليان. صراحة كما تشوفوا جا رائع رائع رائع. شوفوا جا يعني كتسر تورقيها بالنشا، جا أكثر من رائع. شوفوا البنات شوفوا جا مورق معنا. مهم نتمنى يعجبكم، ومهم بقوا معايا حتى التالي باش تشوفوا كيفاش الطريقه غادي نديرلو واش غادي ندير فيه. يلا بقوا معايا وتشوفوا المقادير. البنات كما كتشوفوا دابا غادي نديرلو المسمن ديالنا ديال الماء الغليان، المسمن يعني غادي نعجنوه بالماء طيب بدون زيت. مهم هاكو تشوفو نتوما معانا، غادي نقدم لكم المقادير باش تشوفو الطريقة اللي غادي نديروها. أول حاجة غادي نديرو 6 الكيسان ديال كيسان العنبة ديال الدقيق، غادي نديروهم هنايا. غادي نديرو مليحة هنايا شوية، غادي نديرو معلقة صغيرة ديال السكر. مهم دابا أنا غادي نخدمو كاع العناصر ديالنا. بنات هنا دابا عندنا الدقيق ديالنا ما يبان لكم هنايا. دابا غادي نديرو السكر ديالنا، السكر الخشن، نديرو شويه د الملح، ودابا غادي نديرو الماء سخون يعني كان كاع مال الغالة يعني كان غلا. وشو دوكا مغاديش نقدرو نخدمو بيه، غادي نخدمو غير هكا حتى نقدرو نخدمو بيه. عاد غادي نحتاجو نديرو يدينا حتى يبرد لنا شوية نقدرو نديرو يدينا. فوق شوفو البنات هاد المسمن ما نحتاجولوش ندلكوه بلا دليك. الناس كما تشوفو دابا راني نجمع، راني غير نجمع باش ندير هي يرتاح، راني واحد 20 دقيقة نديرو يرتاح ونجبدو نكرصه نجبدو نقطعو. مهم نتوما المراحل غادي تشوفوها معايا كيفاش غندير. مهم واخا هدا هو يلصق لكم في يديكم ولا هدا، البنات غادي نجمعوه. شوفو العجين ديالنا، العجين ديالنا غادي نجمعوهم نشوفوه شنو دابا مزيان ولا نحتاج نزيدلو شويه الماء. دابا البنات هذا هو الخلط ديالنا، يعني ما نحتاجوش نزيدو له الماء، راه مزيان. غادي دابا نشدوه ونديروه في البلاستيك الغذائي ونخليوه كما قلتلكم 20 دقيقة. شوفوا البنات كيفاه داير، يعني داك الماء غليان يساعده، يعني في الساعة كي نقدرو نصلحو بها العجينة في الساعة بحال لي يرطبه لنا. مهم دابا انا غادي نمشي ندير بلاستيك الغذائي.
بنات هنا دابا مسمن لينا غادي نديروه ل بلاستيك غذائي ولا نديروه شي شكاره يعني تكون عندنا مزيانه نديرو فيها ونخليوه يريح 20 دقيقه 20 دقيقه نخليوه يريح عاد نجبدوه يعني هذا المسمن انا نقول لكم سهل 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 ما يحتاجش الدلك ويعني بدون زيت يعني صراحه بزاف كيجربوه يعني في الساكي شوفوا بعدا بعدا دركا شوفوا صافي بدا يرطب باش غادي نمشي نخليها هنايا عاد يزيد يريح 20 دقيقه البنات كما تشوفوا دابا رانا غادي ندير المسمن ديالنا ها هو هنايا شوفوا البنات كي يعني ولا شوفوا يعني هذا ريح يعني خمر بوحدو يعني بلا خميرة بلا حتى حاجة دابا غادي نحيدوه من هنا دابا غادي نسرحوه هكا غادي نقطعوه على كويرات كويرات البنات غادي نقطعوه كويرات يعني زوجيه ماشي فرديه يعني كل تجي كل مسمنه فيها وحده كل مسمنه تجي فيها وحده المهم نتوما هاكم معايا باش تشوفوا الطريقه كامله اللي بغى يشوف الطريقه يقيس معايا حتى التالي البنات كما كتشوفوا دابا غادي انا نورط بالمايزينا اللي ما عندوش المايزينا يعني النشا يدير الدقيق وصافي يعني مهم نتوما هاكم راه تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديروا هذا المسمن ديالنا كامل كمل كامل مكمل بنات كما كتشوفوا هنا دابا درنا نقولوا 8 ديال 10 ديال المسمنات هنايا 10 ديال الكريسات كما راهم يبانين لكم لكن انا غادي هاد الكريسات غادي ندير وحده في وحده غادي يعني يجيونا 5 ديال المسمنات المهم دابا كاع نسلم هكا وهاد البنات دروك المسمن غادي كاع نعدله هكا كويرات ونولي نحطه يريح شويه معنا 10 ديال الدقائق ونجيبوه باش نخدموه بنات ها هو دابا هنايا المسمن ديالنا ها هو ريح دابا غادي نخدمو غنجيبو وحده باش نخدمو ونتوما راكم معانا غادي نجيبو النشا كيما قلتلكم لي ما عندوش النشا ما يديش هنايا راني درت الزبده يعني حتى غلات باش يعني ما تبقاش فيه هذاك بحال الماء باش تنشف معنا ندير لنا الزبده دابا غادي نجيبو الوراق ديالنا وغادي نسرحو عجين ديال المسمن نسرحوه البنات مزيان العجين ديالنا شوف هاد العجين انا المسمن غنديره صغير بزاف البنات اللي بغى يديرو كبير يكبر العجين انا درت الكويرات صغار باش يجيني صغير المهم نسرحوها مزيان هاد المسمنة ديالنا كما كنقول دائما اللي ما عندوش النشا يدير الدقيق واللي عنده النشا يدير النشا بنات هنا دابا بسم الله غادي ندهنوه بالزبده دهنه خفيفة يعني
مهم انا غادي نتلوه كما كنديروا بالمسمن يعني غادي نتلوه غادي ندهنوا بالزبده ديالنا اي شويه نوليو نبلعوه نحطوها في الجنب يعني ونجيب اخرى باش نخدمو المهم حنا غادي نبقاو ماشيين على هاد المرحلة حتى نكملو كاع المقادير ديالنا كاع العجينات ديالنا نكملوهم البنات هي الثانيه صلحتها وغادي ندهنها كما قلت لكم يعني حتى هي بالزبده دهنه خفيفه وندير الاخرى في وسطها دابا غادي نديرو هادي في الوسط ديالها نوليو ندهنو بالزيت هنايا كما كنقول لكم دهنة خفيفة دابا غادي نغطيو من فوق علاش كان كيتزكي يا مالك علاش البنات شتو فاكي راني دايره هنا دركا باش نتمنى الطريقه تكون واضحه معاكم غنديرو كاع من على بعضهم باش تكون بان لكم الطريقه عاوتاني غادي ندهنوها هنا صافي ونجمعو هاد مسمنة الأولى شفنا هي مسمنة الأولى دابا غادي نخليوها غادي نكملو كاع المسمنات عاد نوليو لهاد الأولى نسرحوها البنات دابا غادي نعاود معاكم اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيانه انا جبت واحد اخرى دركا مسمنه اخرى غنسرحوها
صلحوها مزيان البنات باش ما تجيكمش غليظه، حاولوا ما تخليوهاش غليظه. البنات هنا دابا حتى راني سرحنا حدا غادي ندهنوها كما قلت لكم بالزبده. دابا هنا غادي نطويوها، طوي عليها الاخرى من فوق. نولو ندهنوها نعاودو نطويوها ونجيبو التانية ديالها ونسرحوها عاد باش نديرو هاديك في وسطها. نديرو النشا ونسرحو، المهم اي وحدة نبغي نسرحوها نديرو النشا نسرحوها. بنات كما كتشوفوا هنا دابا كملنا كاع المسمن ديالنا اللي درناهم، دابا غادي نشدو بالوحده وغادي نبقاو نسرحو المسمن ديالنا بالوحده. نبداو بالاولى اللي درناها، انا غادي نشعل على الطاجين ديالي باش يسخن باش نبداو نديرو. دابا انا غادي نجيبو من الاولى اللي بدينا يعني خدمناها الاولى كاع بدناها، غادي نجيبوها باش نسرحوها. خصنا البنات نحاولو نخليو الشكل ديالو مزيان، نسرحو ونخليو الشكل مزيان. نخليو على شكل مربع، كما كتشوفوا خصنا نسرحو مزيان هاد الشي. بغاو نحاولو نسرحو في القنو تاع هنايا الجناب، ما نخليهمش غلاض.
شوف هنا المسمن ديالنا راني دايره انايا الطاجين ديالي مقله الغليظه راه تحمى مقله الثقيله وانا نسرح هذا هنايا معايا بلا ما كانت حمات ونمشي نديرو بدي نطيبو باللبن وحده هنا دابا درنا السمنة ديالنا غادي نخليوها غير شوية وغادي نقلبوها شوف دابا غادي ندهنها بالزبدة ندهنها بالزبدة كاملة وندهنها المهم البنات خاصكم غير تحمى الطاجين صافي تنقصولو باش ما تخطفها لكمش باش ما تخطف لكمش النار المسمنه ديالكم دابا غادي نقلبو المسمنات ديالنا غادي نبقاو نقلبو فيها المهم نخدمو وحنا نقلبو شوف البنات دابا هيا شوفوها راه طلع معانا المسمنه ديالنا راه تنتفخ معانا نعاودو نقلبوها عاوتاني المره الثانيه نشوفوها كي هذا يا بدا هي بدات تحمى غادي نوليو نقلبوها المهم حنا غادي نبقاو نطيبو ونبقى نقلبو نطيبو ونقلبو شوف البنات هي في راه تنتفخ معانا مسمنات مسمنة راه تنتفخ البنات كما كتشوفو ها هو المسمن ديالنا اللي درناه سمعوا البنات مقرمش راه عاد حامي يعني ما درتش بزاف درت غير شويه درت خمسة الحبات البنات شوفوا شوفوا داخل وحتى جاي مقرمش شوفوا البنات لداخل كيفاش جاي داير شفتو صراحة حاجة رائعة هذا هو المسمن ديالنا نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه وتردوا لي في لي كومونتير وصراحة جاء أكثر من رائع مهم هنا كملنا الفيديو ديالنا وما تنساوش دائما تدعموا قنوات الاثنين ديال شين ملاك وفاتي تي في دائما باللايك والاشتراك والبارطاج باش تعملوا فائده على كل واحد وتشجعوني باش نزيد القدام
وشكرا لكم، وما تنساوش خليو لي كومونتير لتحت وقولوا لي الراي ديالكم في المسمن اللي درتو لكم. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.